النهارده هنتكلم عن جزء هام من متحف آثار طنطا بالدور الثالث، ألا وهو نموذج لمقبرة فرعونية. هو نموذج كامل لمقبرة من عصر الدولة الوسطى بتحوي مومياء لأحد النبلاء اسمه أوباي. المفروض ان المومياء ديت في حاله جيده جدا من الحفظ. اثناء عمليه التحنيط طبعا المفروض ان بيتم نزع الاحشاء من التجويف البطني وتحفظ في اواني بنسميها اواني حفظ الجسد او الاواني الكانوبيه او اواني الاحشاء. وايضا كان بيتم التخلص من المخ عن طريق العظمه المصفويه بتنكسر اللي هي في الانف، وكان يتسحب منها المخ او من مؤخره الجمجمه. بعد كده كان بيحفظ الجسم من 40 ل 70 يوم في محلول ملحي، بعد كده بيوسد على سرير من الحجر بيكون مايل شويه علشان يصفي الميه اللي فيه، بعد كده بيتم لفه بلفائف الكتان ويعالج الجسم بالملح والنترون وكثير من المواد الطبيعيه اللي كانت مستخدمه في حفظ الجسد في العصر الفرعوني، بعد كده بيوسد داخل التابوت ويوضع في غرفه الدفن في المقبره. اللي موجود عندنا زي ما قلنا أوباي، وده كان واحد من علية القوم من النبلاء، وجد في أو عثر على المقبرة بتاعته في منطقة المنيا. على التابوت من الخارج موجود نصوص القرابين كاملة، ودي النصوص اللي بتكفل للميت أو المتوفى أنه ينعم بالطعام والشراب وكل ما يحتاج إليه في العالم الآخر. بجوار المومياء موجود الأساس الجنزي، والاساس الجنزي طبعا متنوع. اول حاجه موجوده عندنا اواني الاحشاء او الاواني الكانوبيه، ودي اربع اواني بيوضع فيها المعده والامعاء والكبد والرئتين. داخل اواني غطى كل اناء مشكل براس واحد من ابناء حورس الاربعه، ودول اربع الهه اشتهروا بقدرتهم على الحمايه والحراسه. اول واحد اللي هو دواع متاف اللي هو بيشكل بيت حيوان ابن اوى، ثاني واحد قبح سنو اف راس الصقر، ثالث واحد حابي برأس قرد البابون، رابع واحد الإله إيمستي بالرأس البشري. ايضا موجود عندنا مجموعه من موائد القرابين. موائد القرابين دي عباره عن كتله حجريه بيكون مصور عليها صنوف الطعام والشراب، وكما يعتقد المصري القديم ان ده كان بيتحول الى طعام حقيقي يستفيد منه الميت في العالم الاخر. ايضا موجود مجموعه من مساند الراس من الخشب، ودي اللي كان بيوسد عليها الراس الميت داخل التابوت. كمان موجود نموذج لمخازن الغلال او بالهيروغليفي كما كانت تعرف باسم الشينوت، وصوامع الغلال او مخازن الغلال دي اللي كان بيحفظ فيها الحبوب والقمح والغلال وما الى ذلك. كمان موجود مجموعه من الاواني، اواني فخاريه واواني حجريه كانت تستخدم في الطعام والشراب ينتفع بها الميت في العالم الاخر، بالاضافه الى مجموعه كبيره من الأوشابتي. والأوشابتي دول تماثيل الخدم، التسمية مشتقة من فعل أوشب باللغة الهيروغليفية بمعنى يجيب، فأوشابتي أي المجيبين. دول كان بيوضع تماثيلهم بعدد أيام السنة بالإضافة إلى مشرفين، المفروض أن هم كانوا بيقوموا بالأعمال الصعبة بدلا من المتوفى، وكان بينقش عليها مجموعة من النصوص السحرية، منها نداء بيقول يا أيها الأوشابتي إذا نوديت لأداء أي عمل في الجبانة فقلها أنا ذا، لكي يقوم بهذه الأعمال الصعبة بدلا من المتوفى.